اهلا يا فندم، اهلا بيكي. اهلا وسهلا فندم. قولنا اللي حصل ايه، يعني المشهد اللي حصل ايه؟ والله احنا تم ابلاغنا من رئيس مركز كوم حماده بان في تصادم بين قطارين، فطبعا يعني على طول رفعنا استعداد المستشفيات، بعتنا حوالي 30 سياره اسعاف. الجهات المنوط بيها في هذه الازمات كانوا موجودين، الصحه، مدير الأمن اتحرك فورا، أنا اتحركت فورا أيضا مع رئيس الرقابة عندنا، مع الصحة، مع التضامن، مع كل الجهات المعنية. كنا هناك زي الساعة 2، يعني في المسافة بعيدة بين دمنهور وبين كوم حمادة. الحقيقة أنا بحيي الأهالي من هنا، لأن احنا رحنا لقينا كل الجسامين أو المصابين تم نقلهم الى المستشفيات القريبه من كوم حماده زي بدر ومستشفى اليوم الواحد ومستشفى ايتي البارود، وسمعت ان الاهالي برضو هم نفسهم قاموا بنقل بعض المصابين. يعني الأهالي هم اللي قاموا بنقل الضحايا والمصابين؟ جزء طبعا جزء، انما عربيات الاسعاف اللي نقلت كافه المصابين الباقيين. يعني في الاول كان عندنا حوالي 50 او حاجه و50 مصاب، والمتوفين كانوا 7 8، فيعني الحمد لله الأزمة عدت طب يا بأسرع فندم، ما كنت هتعملوا أتوقع. لهم يعني ايه؟ يعني هل في حاجة نعم، تعملوها للمصابين او اهل المصابين واهل الضحايا؟ أكيد طبعا هيبقى في تعويضات هنتفق عليها بكرة مع السيد رئيس الوزراء ومع السيدة وزيرة التضامن، هيتصرف لهم الكلام ده. وبس هو الحقيقة المستشفى لسه مستشفى دمنهور، هي تم نقل كل بقى المصابين إليها من هذه المستشفيات، لسه فيها حوالي 27 مصاب، منهم 3 أو 4 حالتهم يعني المفروض تعمل لهم عمليات، هنطمئن عليهم الصبح. وفي 2 برضو اتعملت لهم عمليات في مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون. وبس الجسامين كلها طبعا راحت المشرحة، وبنتمنى يعني الصبر للأهالي المتوفيين والشفاء للمصابين. طيب أهالي القرية يا فندم اللي حصل عندهم الحادثة بيطالبوا بمزلقان، يعني مزلقان في نفس المنطقة، هل بالظبط، هم هتتابعوا طلبوا الموضوع ده؟ مني كده، هنتابع طبعا، هنعرض الكلام ده على السيد وزير النقل اللي كان موجود ايضا من الساعة 3، وهنشوف إمكانية وضع مثل الآن في شكرا يا فندم، سيادة المحافظة نادية عبده.